أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء، يستمر التواصل بحضراتكم في انطلاقات هذه الفترة الصباحية وشوطنا الحادي عشر. يسير في الانطلاق والتواصل في هذا الميدان وفي هذه المنافسات الصباحية ضمن الأشواط المفتوحة في صباح هذا اليوم. على بركة الله تندفع هذه النخبة من الأبكار الثنايا في هذه الانطلاقة وهذا التواصل. تسير هذه الأسماء معلنة عن حضورها في مشاركة هذا الصباح ومشاركة الثمانية كيلومترات التي يتنافس فيها الجميع لنيل الفوز والانتصار في هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس والتي تنطلق فعالياته في هذه الأيام المباركة لنأتي ولنصل إلى سن الكبار. نسير بحضراتكم إلى البداية هلولة والمركز الأول في هذه الانطلاقة. تتقدم هيبة، تعود ملكية هيبة لهجن الشحانية، بينما في التضمير يأتي العملاق سلطان بن محمد الوهيبي من يتقدم ويبدأ البداية الأولى مع انطلاقة هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصلت الحذرة، تعود ملكية الحذرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. عملية التضمير والتدريب تعود إلى أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. أما المركز الثالث ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث إلى الشاهينية لهجن الشحانية. هنا يأتي سلطان بن محمد الوهيبي كذلك في تقديم عروضه المميزة وتحدياته الكبيرة. أما المركز الرابع في هذه اللحظات هناك سلهودة، ولكن تغيير على الانطلاقة وهنا إحساس وصلت خذت المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عملية التضمير والتدريب لخالد بالمر بن حلوة هو من يتقدم ويقدم لنا إحساس في هذه اللحظات. أما المركز الخامس وصول من سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيف بن لاحج الهاجري في عملية التضمير والتدريب. هكذا هو المسار، هكذا هي التحديات حتى هذه اللحظات مشاهدينا الكرام في مشاركة هذا الشوط بين الأخوة المتنافسين المضمرين هنا في هذا الانطلاق والتواجد. عودة إلى بداية الشوط، عودة إلى المركز الأول، وماذا تعني لنا من المقدمة؟ هنا هيبة على صدارة الشوط لهجن الشحانية، بينما في تضمير يأتي العملاق سلطان بن محمد الوهيبي من يقدم هذه الانطلاقات وأكثر من خيار له في هذا الشوط مع تحقيق الانتصار وتحقيق وتقديم الكثير من المتابعين أكيد وعشاق هذا الشعار يتابعون المزيد من الوهيبي خلال تقديمه أجمل وأحلى العروض مع كل التحديات ومع كل الأعمار في مختلف انطلاقاتها وأماكنها. بينما المركز الثاني والحذرة متواجدة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان من يقدم الحذرة. يأتي أحمد بن غلبان بالصايغ المزروعي هنا في الانتظار، هنا في التحدي والجنتلمان في تقديمه كذلك الحذرة في منافسة هذا الشوط. بينما المركز الثالث الشاهينية تصل فيه لهجن الشحانية، بينما يأتي سلطان بن محمد الوهيبي من يقدم الشحانية في هذا الملتقى الخليجي وهذه الانطلاقات وهذه المنافسات الكبيرة. أما المركز الرابع فتصل إحساس لدينا من خلال هذا التواصل إحساس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر خالد بن المر بن حلوة من يتقدم مشاهدينا الكرام في لقاء هذا الشوط. والمركز الخامس، المركز الخامس هجن الشحانية تقدمت وتقدمت الظبي في هذه اللحظات في هذه الإطلالة مرة أخرى. الظبي لهجن الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. هكذا هي الأسماء يا المشاهدين الأعزاء المتابعين لانطلاقات الريان هنا في هذا الموقع. إنها الريان من تتابع وتنقل لكم أحداث هذا اللقاء وأحداث هذه المنافسات القوية، بينما تنضم كذلك قناة دبي ريسنج لتنقل هذه الأحداث من جديد وتنقل هذه اللحظات المميزة في كل لحظاتها سواء في الفترة الصباحية أو المسائية. نشاهد هذه القنوات الفضائية من تنقل وتتابع من قبل الجماهير الذين يعشقون
يتابعون ويتابعون هذه الرياضة العربية الأصيلة، بينما نحن نعود إلى المركز الأول ونعود إلى اختيار المركز الأول واختيار الصدارة. الصدارة لا زالت هنا مع تقديم المنافسة القوية والحذر الآن غيرت المسار بفارق ضئيل وبفارق راس، الحذر لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، ولكن عودة إلى هيبة تستعيد الهيبة هيبة في هذا المكان وهذه اللحظات. هيبة لهجن الشحامية، بينما في التضمير سلطان بن محمد الوهيبي غيرت الشاهينية الأخرى وانتزعت المركز الأول بنفس الشعار لهجن الشحامية، والمضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي تقدم الآن ليقدم الشاهينية باستمرارية هذا اللقاء على المركز الأول. الحذر في المركز الثاني لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروحي في عملية التضمير والتدريب. والمركز الثالث هيبة لهجن الشحانية هنا سلطان بن محمد الوهيبي. أما المركز الرابع الظبي أيضا لهجن الشحانية، بينما في التضمير والتدريب يأتي مشاهدي الأعزاء سلطان بن محمد الوهيبي. هكذا هي الرباعية لمجريات هذا الشوط، أربعة مراكز متقدمة، أربعة مراكز تقدم هذا الأداء الجميل. أما المركز الخامس فتنضم سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تسير على المركز الخامس من خلال التحدي والمنافسة والتضمير لدى المضمر مطر بن سيف باللاحج الهاجري. هكذا هي النتيجة حتى هذه اللحظات أيها المشاهدين الأعزاء في هذا الشوط، في هذا الشوط ولا زالت التحديات ولا زالت المنافسات القوية والمنافسات المعروفة تسير بهذا الشوط. حاملين كل الشعارات وحاملين دائما كل الآمال بتقديم أجمل وأحلى المنافسات السعيدة، بينما التوقيت الزمني لا يزال صامدا حتى هذه اللحظات مع البداية الأولى مع صيادة، مع صيادة لهجن الشحانية وبقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، حيث قدم البداية ب 12 دقيقة و 30 ثانية أو 31 ثانية و 20 جزء من الثانية، حيث كانت صيادة على الموعد في اصطياد الناموس الأول واصطياد كذلك أول الأشواط الصباحية واصطياد التوقيت المناسب في انطلاقات هذا الصباح. إذا مؤشر قوي لانطلاقات الصباح يأتينا مع انطلاقات المساء، وسيكون أكيد مؤشرا قوي ومؤشر مميز في هذه الفترات المميزة. بينما نحن نعود لنتابع مسار الشوط والحذرة لا زالت مسيطرة، لا زالت الحذرة أيها الحفل الكريم هي من تسيطر على أجواء الشوط، على أجواء الشوط لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والجنتلمان في التضمير أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي من يتقدم ويقدم الحذرة في لقاء هذا الشوط، لقاء ودي أكيد، ولكن المركز الأول محبوب الجميع، المركز الأول عشق الجميع دائما. أما المركز الثاني هناك وصول من خلال تواجد الضبي لهجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي ليقدم كذلك الشحانية في هذا اللقاء ويقدم هذه الأجواء المناسبة في كل التحديات وكل الآمال دائما والتطلعات بمهرجان هذا المهرجان. مؤسس أكيد بلا شك سيكون مهرجان مميز ومهرجان متابع من الجميع في كل خطواته وفي كل انطلاقاته وفي كل لقطاته الجميلة. أما المركز الثالث هناك وصول من الشاهينية لهجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الرابع تصل فيه سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المضمر مطار بن سيف باللاحج الهاجري. بينما المركز الخامس، المركز الخامس تسلل من شعار هجن الرياسة التابع لدولة الإمارات لتنطلق عالية في هذا الموقع بقيادة المضمر سهيل بن دري الفلاحي. هكذا إذن هي النتيجة مشاهدينا الكرام حتى هذه اللحظات، وبدأت الأفكار تقترب من بعض البعض في هذه اللحظات مع تقليص الفارق بين المركزين الأول والعاشر في انطلاقة هذا الشوط، في انطلاقة هذا الشوط الكل بدأ يتقدم، الكل مشاهدينا الكرام عندما نصل إلى الاثنين كيلو
الكيلومتر الأخير الكل بدأ يحرك أجواء هذا الشوط، وبين مسيرة هذا الشوط وبين تحدياته وبين أمتاره نعود إلى البداية، ولا زالت الحذرة سيدة الموقف، الحذرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لا زالت هي على القائمة الأولى والمؤشر الأول لهذا الشوط حتى هذه اللحظات. أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع يكيد، الله يا أبو خليفة خلك مركز يا أبو خليفة، والتركيز مطلوب في كل الأحيان. نشوف بوابة العبور والمرور والاثنين كيلومتر المتبقي على الشوط، احسب حساباتك يا مضمر. المركز الثاني واصل الظبي لهجن الشحانية، بينما في التضمير العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث عالية الآن، تخترق الصفوف، تخترق الأماكن، تخترق الأرقام لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات، المضمر سهيل بن دري الفلاحي. وهنا سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، عملية التضمير والتدريب إلى المضمر مطر بن سيف بن لاحج الهاجري. المركز الخامس هنا والسادس تقدم هجن الشحانية بين هيبة والشاهينية، وفي هذا الانتصار في هذا التحدي والإقرار، ولكن ها هي تجريح واصلة في المركز الخامس لهجن الشحانية، المضمر محمد بن خالد العطية. هكذا هي أسماء مشاهدينا الكرام، هكذا هي تحديات هذا الشوط، الخماسية لهذا الشوط، ولكنها أكيد تقترب من لحظات التفريق القوي في هذا المسار، بينما الحذرة لا زالت هي المسيطرة، الحذرة تقود هذا الموكب، وهذه الأسماء بين هذه الأبكار، بين هذه الفئة، بين هذا الشوط. المركز الأول لا زالت الحذرة منذ البداية حتى هذه اللحظات لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، المضمر أحمد خلفان بالصايغ المزروعي لا زال مسيطر بو خليفة على مقدمة الشوط، على وضعية هذا الشوط ووضعية الأمان وصمام التحدي في هذه الانطلاقة. لكن هناك الظبي تحاول لهجن الشحانية، سلطان بن محمد الوهيبي الكيل والأخير، ما تبقت إلا الأمتار لا نعد الكيلوات، بينما الأمتار اللي تبقت هي مشاهدين الكرام الفيصل بيننا وبين خط النهاية. المركز الثالث الشاهينية لهجن الشحانية، المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. والمركز الخامس وصلت هذه شقرة لهجن الشحانية، سلطان بن محمد الوهيبي بعملية التضمير، بينما تجريح في المركز الخامس لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية. لكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى التغيير اللحظات الأخيرة. الظبي أيها الحفل الكريم هي اللي غيرت مسار الشوط، غيرت مسار التحدي. الظبي لهجن الشحانية في هذه اللحظات تنقض على المركز الأول وتسير كمسار صيادة في الانطلاقات والتحديات. المركز الأول وصدارة هذا الشوط، إنها الظبي لهجن الشحانية تتقدم مشاهدينا الكرام بكل قوة في هذا الشوط، في هذا التحدي، بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي ليقدم لنا هذا التحدي وهذا الانطلاق. وها هي الظبي على المركز الأول بدون منافس على الإطلاق في بداية هذا الشوط، في بداية الشوط، بينما شقرة تحاول بنفس الشعار مع المالكي والمضمر، ولكن خلاص تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز والانتصار. تهانينا للعملاق على الانتصار والفوز والناموس سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث وصلت الحذرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. المركز الرابع تجريح لهجن الشحانية. المركز الخامس هناك سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، من احتلت المركز الخامس في هذه الانطلاقة وهذه التحديات. نعود إلى التوقيت الزمني، لحظات الوصول الأخيرة لمنافسة هذا الشوط، وكانت المنافسة قوية والأداء مميز والتحدي كبير بلا شك في هذا التواصل، وكان الأداء مميزا من خلال تواجد الظبي لهجن الشحانية على المركز الأول وعلى قيادة هذا الشوط، حيث كان المكان والزمان الشوط 11 11 التوقيت الزمني 13 دقيقة مشاهدينا الكرام، 80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي. 13 دقيقة ثانيتين 35 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار مرة أخرى من جديد لهجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث كانت الحذرة ب 13 دقيقة 3 ثواني 63 جزء من الثانية. تهانينا اسم الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وإلى المضمر أحمد بن خلفان
بالصايغ المزروعي. تهانينا للجميع والناموس.